اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا لعبه ايه النهارده. ايه ده؟ والله دي لعبه ترولي. طبعا كلنا عارفين الترولي ونتيجه راس السماء. الله بحب الترولز قوي. في منهم شخصيات كتير قوي مختلفه. وفي هنا بقى لعبه بورد جيم وكان احنا نقعد نلعبها. هنا ده الستارت وهناك بقى ده الفينش. اوكي ونقعد بقى نمشي الارقام دي على حسب بقى ايه الحكم اللي هيجي لنا على حسب الايه المكان ده. هنا بقى دي شخصيات من ترولي اشكال مختلفة ممكن نلعب بقى بيها احنا واصحابنا. بصوا ممكن 6 لعيبة وصراحة اطفال في سن 5 سنين. بصوا بقى احنا جبنا شخصيتين حطيناهم في الستور. واحدة لونها بينك وواحدة لونها ايه ابيض. اوكي دي بقى احنا نلعب بيهم بنمسك الايه الزهرة. بعد كده جاي ايه رمينا ونشوف هتديني كام خطوة. بعد كده جاي ماشية الايه الترولي بتاعي وفضنا انا نشوف مين فينا اللي هيكسب الاول. ساعات بقى بيقابل وحوش والوحش ده بيخليه يرجع ورا تاني. بصوا المفروض بقى لعبت اول جيم وانا همشي هنا 4. ممكن صاحبتي خليها تلعب معايا وامشي هنا كمان 4. لعبت هي 4 وانا بقى كده 2 اهو. واو بصوا وهنا بقى 4. اوكي بنقعد بقى نمشي كده بمنتهى السهوله. بس في ساعات بقى ممكن لو احنا وقفنا عند وحش معين ده يخلينا ان احنا نرجع ورا خطوتين او 3 خطوات ويخليني اتاخر او مثلا يخليني في دور ملعبوش. بنقرا الورق بتاع اللعبه هو بيقول لي الحكم اللي المفروض ان انا ايه العبه. يعني مثلا ممكن يخليني ملعبش دورين او ممكن هو يخطف الترولي ويرجعه ورا. بصوا هنا 1 اوكي هي بقى بتلعب. هنا 4 1 2 3 4 حتى ما نوصل مثلا عند المكان الوحش اللي فوق ده برضو ده بيخليني ارجع ورا مثلا على حسب بقى ليه الحكم بتاعه. الله دي لعبة لذيذة ومشوقة. بس خليني ارجع ورا تاني. 1 2 3 4 رجعت 5 خطوات. واو انا عن نفسي انبسطت جدا جدا باللعبة الفظيعة دي. لازم بقى نقرا الحكم بتاع اللعب كويس. واول لعيب هيخلص الاول هيكون هو ده اللي كسبان. واو انا عن نفسي عجبتني اللعبه دي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قولوا لي في الكومنتات رايكم فيها. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي. باي باي.